بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فما زالت الرحلة ممتدة لقراءتنا العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية لهذا الإمام الجليل أبو جعفر رضي الله عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتي لخص من خلالها كل قضايا علم العقيدة. لم يترك قضية كبيرة من قضايا علم العقيدة إلا تناولها بالإشارة السريعة، بالإشارة. وكنا قد قرأنا وسرنا سويا إلى أن وصلنا عند هذه النقطة التي تعد من أخطر المناطق في العقيدة الطحوية، وقد عنونت لها بهذا العنوان: بين العبد وربه. اكتب يا سيدي الكريم، هذه الورقة رقم كم يا شيخ وسيم؟ 15. جيد، عنوانا لها بماذا؟ بين العبد وربه. بين العبد وربه، وفرعنا منها أربعة أفرع. كم فرعا؟ أربعة. الفرع الأول تكليف العباد، تكليف العباد. ولماذا ذكرت أن أهل الجنة بفضل الله وأهل النار بعدل الله في المرة الماضية، وقلت لكم إن هذا يمهد للكلام القادم؟ فما دام الفضل من الله في إدخال الناس الجنة والعدل من الله في إدخال البعض النار، فلماذا يكلف العباد؟ فلماذا يكلف العباد؟ صحيح يا شيخ حميد. وانظر ماذا يفعل إمام الطحاوي لتروا أن الرجل يلخص علم الكلام كله ويلخص علم العقيدة كلها، لا يترك شاردة ولا واردة، برغم من صغر ما كتب، صغره في الحجم لكنه كبير في العلم والمعنى. واضح يا مشايخ؟ فأول فرع من هذه الورقة سيدور حول ماذا يا أحباب؟ تكليف العباد. حول ماذا؟ تكليف العباد، بناء على أنه ذكر منذ قليل أو في المرة الماضية ونحن نسجل ذكر ماذا؟ أن أهل الجنة في الجنة بالفضل وأهل النار في النار، فلماذا إذن يكلف العباد؟ وما معنى تكليف العباد؟ الفرع الثاني تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أتحفنا الإمام الطحاوي بتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، بناء على أنه توقع أن فهمنا قضية تكليف العباد. فإن فهمتم مسألة تكليف العباد فلا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل، تفهم ماذا يفعل الشيخ الإمام الطحاوي. طيب، والفرع الثالث الله يملك كل شيء. الله هكذا سميها، هكذا الله يملك كل شيء. الفرع الرابع الله يغضب ويرضى. الله يغضب ويرضى. فأريد أن أسمع منكم عناوين وفروع هذا العنوان، وانظروا كيف هو عنوان متماسك إلى أقصى درجة. الفرع الأول، فإن فهمنا قضية تكليف العباد فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أدركنا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفنا أن الله يملك كل شيء. وما دمت عرفت أن الله تعالى يملك كل شيء، فاعلم أنك إن تجرأت على ربك فإن الله يغضب ويرضى. ترون هذا التماسك العجيب البديع الرائع. ألم نقل من بداية قراءتنا للطحاوية أنها كتبت بأسلوب رائع، لكنها تحتاج إلى عين فاحصة تستخرج الدرر منها وتقرأها بعين واعية. تفهمون يا شباب؟ الآن إلى أول نقطة، وهي تكليف العباد. تعالوا لنرى كيف تناولها مولانا الإمام العظيم الإمام الطحاوي. قال: والخير والشر ما لهم؟ الله، والخير والشر مقدران بتقدير من؟ فاكتب فوقها هذه الجملة: لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. اكتب: لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. ها، والخير والشر
مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما هذا المقطع العجيب؟ ما هذا الكلام الدقيق؟ يتكلم عن شيئين كبيرين يا شباب، شيء يسمى التوفيق وشيء يسمى الآلات، شيء يسمى وشيء يسمى. أما الآلات فعينك ولسانك وسمعك وإحساسك وعقلك وروحك، هذه الآلات. وأما التوفيق فاستعمالها فيما يرضي الله، استعمال ماذا؟ استعمال الآلات. فالتوفيق من من؟ من الله. وخلق الآلات فيك من من؟ وماذا تفعل أنت؟ وماذا أنت تفعل الآن؟ يكلمك عن ماذا وماذا؟ التوفيق. وانظر كيف يصدر الكلام بقوله: الخير والشر مقدران. فلا تشغل رأسك، فإن الأمر كله بتقدير من؟ بتقدير الله. من البداية أنت ماذا تريد؟ أريد أن أفهم قضية تكليفي، لماذا كلفني ما دام هؤلاء للجنة ولا يبالي وهؤلاء للنار ولا يبالي؟ لماذا كلفني إذن؟ قال: ادخل هذا المدخل لتستريح. ادخل هذا المدخل لماذا؟ لتستريح. ما هو المدخل يا شباب؟ الخير والشر مقدران. ولذلك أمليتك هذه العبارة، اكتب: لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. لا يحدث في كون الله إلا إيه؟ إلا ما أراده. فيا أخي الكريم لا تشغل عقلك، الخير والشر مقدران من عند من؟ من عند الله تعالى. فالله خالق كل شيء. الله طيب، سيشير إلى قضية ماذا؟ التوفيق أولا، التوفيق. فقال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق. أنت يا مولانا صليت وأتيت الدرس واستطعت أن تذاكر وأن تفهم وأن تحفظ وأن تعبد ربك واستطعت، هذا يأتي من نحو ماذا؟ من نحو التوفيق. فمن الذي وفقك؟ والذي فعلته خير أم شر؟ خير. والخير من عند الله مقدر، مقدر. أولا الخير من عند الله مقدر، ووفقك أن فعلت، وفقك، لكنه أصله من من؟ من الله. وانتظر قليلا لنفهم القضية برمتها، يعني على كل جوانبها. اقرأ معي مرة أخرى: والخير مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها تكون مع الفعل. ما هي التي لا يجوز للمخلوق أن يتصف بها؟ الاستطاعة. والتوفيق يكون مع الفعل أم خلقه للفعل؟ مع الفعل. خلق الفعل من من؟ من الله. وأنت توفق فتأتي بالفعل، فتأتي مستطيعا موفقا لهذا الفعل الذي خلقه من؟ الذي خلقه الله. وبعدين لك: هذا اسمه ماذا؟ التوفيق. فأين الآلات التي عندك؟ كيف تستعمل؟ اسمع، قال رضي الله عنه: وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. الله تعالى أعطاك، عد معي: واحد، الصحة، وأعطاك الوسعة، يعني في وسعك أن تقوم بالفعل، هذا ليس مستحيلا ولا صعبا أن تأتيه، أنت تستطيع. أعطاك ماذا أولا؟ الصحة والوسعة والتمكن. لا يقف إنسان على رأسك بسلاح يقول لك لا تصلي، أنت متمكن، ليس عندك مشكلة، صحيح؟ كم شيء أن أعد معي مرة أخرى؟ ها، الأولى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. وسلامة، تستطيع أن تتوضأ وتقوم وتجلس وتركع وتسجد. سلمك بإيه؟ كم شيئا حتى الآن؟ أربعة. قال: فهي قبل الفعل، هذه موجودة فيك وأنت تستشعرها، والله خلقك بها
وأنت تعرفها من نفسك، ولا يستطيع واحد منا أن ينكرها. صحيح؟ أنا عندي صحة وعندي وسع وعندي تمكن وعندي آلات سليمة، هذا قبل الفعل، هذا لا يستطيع أحد أن ينكره من نفسه. من؟ ولذلك هذا الذي لا تستطيع أن تنكره من نفسك هو الذي تعلق به خطاب الله لك، هو الذي تعلق به خطاب الله لك. قال قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا. فهذا هو تكليف العباد، كلفهم بما في وسعهم وصحتهم ومتمكنون بفعله مع سلامة الآلات، أم كلفهم بشيء ليس في وسعهم وليس متمكنين بفعله وليس عندهم آلات سليمة؟ انظر كيف دخل يعني وفلسف قضية تكليف العباد. يا أخي ليس التكليف فيما لا تستطيع، إنما التكليف فيما وتستطيع، هذه تعرفها في نفسك لا تستطيع أن تنكرها. فإن عندك الصحة والوسعة والتمكن وسلامة الآلات، لا يكلف الله نفسا إلا. طيب الآن فهمنا معنى التكليف. طيب كلفني وأعطاني سبحانه وتعالى الصحة والوسعة وكذا كما ذكرنا، طيب هو الذي أعطاني الآلات الصحيحة وأعطاني الصحة والتمكن وهو الذي كلفني، فما هو دوري؟ فما هو، ماذا أفعل أنا ليعطي الطحاوي ماذا أسميها، لكمة، تعرفون الملاكمة؟ أيوه. ها؟ ليعطي الطحاوي رحمه الله تعالى لكمة قوية في وجه كل إنسان يزعم أن هذه العقيدة سلفية وهابية معاصرة، كأنه تتلمز عند أبي الحسن الأشعري، وكأنهما يخرجان من مشكات واحدة، هذا أقرب للصواب، يخرجان من إيش؟ مشكات واحد. وأنا يا جماعة أرد بهذا على كل إنسان متزلف متجرئ متهجم على العلم الشرعي ويقول الطحاوية ليست أشعرية. عجيب، الطحاوية ما تريدية أشعرية، كلهم واحد ينطقون بنفس يا جماعة تكلم معكم الإمام الطحاوي كما سمعتم عن التكليف، ووضح لنا قضية التوفيق وقضية سلامة الآلات والسعة، وقال هذه السعة وهذا التمكن وهذه الصحة وسلامة الآلات هي التي تعلق بها قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا. فما دور العبد؟ ها؟ من دراستكم معي في كتب الأشاعرة ماذا يقول الأشاعرة؟ الكسب. صحيح؟ الأشاعرة ماذا يقولون؟ الكسب. الأشاعرة ماذا يقولون؟ فهذا كلام من؟ فإذا ما دام الطحاوي هذا سلف من عقيدة السلفية الوهابية، إذا لا يجوز أن يقول مثل ما قال الأشعري. صحيح؟ يجب أن يقول شيئا آخر حتى لا يكون هو هو. فانظروا ماذا قال. قال رحمه الله تعالى الجملة التي بعدها مباشرة، وبها، اسمع اسمع اسمع، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا، وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. يا نهار أبيض، وإيه يا سيدنا الشيخ؟ يا الله، كأن الذي كتب هذه الجملة أبو الحسن الأشعري، هي في كتب الأشعري، هي بنصها برسمها ونصها ونورها وكل حاجة. صحيح؟ ثم يقول لي أخي الكريم ويعلق على الفيديو من فيديوهات هذه القراءة، يقول أنت صوفي ما لك ولا العقيدة السلفية. يا أخي أنا أشعري، وهذا كلام أبو الحسن الأشعري برغم أنفك. برغم إيه؟ برغم أنفك، وخليه بقى يعمل اللي هو عايزه. قال الإمام الطحاوي إيه؟ وأعمال العباد هي، يا أخوانا، هل يقول الأشاعرة أفعال الله من عند أنفسهم من خلق أنفسهم كالقدرية؟ هل يقول الأشاعرة والماتريدية أفعال العباد من خلق الله وحده وليس للعباد دخل فهم جبرية؟ فمذاهب العلماء في أفعال العباد ثلاثة، إما جبرية وإما قدرية وإما أهل السنة من أشاعرة وماتريدية وطحاوية. طحاوية مثل الأشاعرة مثل الماتريدية، لسان واحد. لسان إيه يا عم الشيخ؟ فماذا يقول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة؟ يقولون إن للعبد في الفعل ماذا؟ كسب.
حسبا فيوافق بقدرته الحادثة قدرة ربه القديمة. قدرة ربه إيه؟ هذه الجملة كما هي بنصها ورسمها في كتب الأشاعرة، في كتب الأشاعرة وفي كتب الماتريدية بنصها ورسمها وشكلها. فكيف يأتي إنسان يقول ما لكم وللطحاوية يا معاشر الأزاهرة؟ أنت المتجرئ اللص الذي سرقها وزعم أنها من أملاكه، هي ليست من أملاكك، أنت الجاهل. صح يا أولاد؟ ردوا علي صح ولا مش صح؟ ماشي، اقرؤوها مرة أخرى، فإنها يعني كلمة وأفعال العباد ها وكسب من العباد ولم يكلفهم إلا ما يطيقون. الله، ولا يكلفهم إلا ما إيه؟ فهمتم قضية التكليف يا رجال؟ ها، فهي أصل فيما بعدها من العناوين التي أمليتكم إياها، فهي أصل في العناوين التي بعدها من العناوين التي أمليتكم إياها. قال ها ولم يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو حاصل تفسير قوله تعالى قولي لا حول ولا قوة. اقرأوا لي مرة أخرى. لا يكلفهم إلا ولا يطيقون إلا ما. الله، كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني كل ما كلفك به فهو في وسعك، كل ما كلفك به فهو في وسعك. أما أن تقول لإنسان قم فصلي يقول لك أنا كسلان ولا متعب، أصلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا بجم، ما دام كلفك فهو في وسعك، ما دام كلفك فهو إيه؟ فهو في وسعك، ما دام كلف لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعك. فلا يقول إنسان ويستشهد بهذه الآية في غير موضعها. التوفيق من من؟ والصحة والتمكن والوسع وسلامة الآلات عندك، تستطيع أن تنكرها؟ لا يستطيع أحد أن ينكرها، صحيح؟ وأفعال العباد من خلق من؟ ودور العباد ماذا؟ وهذا كلام الماتريدية والأشاعرة أم كلام الوهابية المعاصرة؟ فكيف يزعمون أن الطحاوية سلفية معاصرة؟ هذا جنون. اسمه ماذا المجنون عندكم في أندونيسيا؟ جيلة. هؤلاء جميعا جيلة والله. ثم تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يكلفك إلا ما في وسعك. إذن الحول كله من من؟ والقوة كلها من من؟ وإن أدخلك الجنة فبماذا؟ بفضله. وإن لا عياذا بالله، وإن كانت الأخرى فبماذا؟ فبعدله. واضح يا شباب؟ هذا العقيدة الصافية النقية التي بعث بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الإمام الطحاوي وهو حاصل تفسير قول لا حول، تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعز وجل وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيلة، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وتنزه عن كل عيب وشين، ولا يسأل عما وهم إيه؟ وهم يسألون. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب الإمام الطحاوي يقول لك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، دعوني أقولها لحضراتكم في جملة بسيطة تحفظونها. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا تحول عن المعصية إلى الطاعة، ولا ثبات على الطاعة إلا بحوله وقوته. هذا معناه، لا تحول عن المعصية إلا إلى الطاعة، إلا بمين؟ إلا بحوله هو، ولا ثبات على الطاعة إلا بمعونته هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الله من تحت ساق العرش. ها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن فهمنا معنى التكليف عرفنا معنى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح يا شباب؟ ثم تأتي النقطة التي بعدها من عناوين الورقة. ألم أقل لكم هي كلها مبنية بعضها على بعض؟ مبني بعضها على بعض. هذا معنى التكليف، وهذا معنى إيه يا شيخ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو العنوان الثالث؟ الله يملك أم أنت الذي تملك؟ مدام لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن الذي يملك؟ فمع هذا العنوان وكون الله تعالى هو المالك وحده لكل شيء، نلتقي في المرة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد.